السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي، قناة راندا أم إسلام. تمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جبت لكم آخر ماكينة في قفيتنا تخفافين في الخياطة. نتمنى ينالوا إعجابكم وتاخذوا منهم أفكار. حاولت نجيب لكم آخر ماكينة في الخياطة بالنسبة للراندا وخدمة المعلم أيضا وخدمة باليد وبالماكينة بطبيعة الحال. كما كتشوفوا هاد الموديلات هادو هما آخر ماكينة في قفتنا تخفاف للمناسبات والأعياد، كيجو بحال هاد الشكل هذا بالحزام أو المجدول اللي كيتخدم بالثوب. موديلات رائعة، طروزة كما تلاحظوا معايا، الطرز من طروزة الطرز الرباطي، وخدمة المعلم كما تلاحظوا معايا سفيفة ورقاب دراسن، والبعض اللي مطروز بالطرز التركي. نتمنى ينالوا الاعجاب ليكم هاد الموديلات وتاخذوا منهم افكار. بالنسبه اللي بغات تخدم قميص او قفطان خفيف للمناسبات والاعياد، حاولت انا نجيب لكم تشكيله متنوعه ومختلفه. اذا نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه.